أول من هو الأمير عواد؟ هي عواد هاي ما غير همي بس عمل له قصر على الدير ما يدور. هذا أنت يا عواد؟ هي قصره كبير ولا صغير؟ لا كبير. كم له علية؟ والله بس على الدنيا بالكبير بس سبحان الله قاموا عليه عاد وسثرت عليه الامور ونحو والله ان عواد سعود الرشيد يوم نهجاه من ضاف عنده ما يضيف غير عند عواد سلطة. وبعدين هالقصر اللي يهب الدين ما يدور على لي قاموا عليه غرية وقاموا يذبحوها الظلمة والله ان عواد. لكن انا سمعت يقولون كان له قصر وجاهب الرشيد ضاف عنده وخيرات الله وهالحوطه وهالبستان هنعام هنعام وهالعلالي غير ما يدور ما شاء الله. انت حضرته القصر شفته؟ اي والله هذا الشنق هذا هذا اللي عند الباب هذا الخضر يهبل يقبله الجبلية كلها له ما شاء الله. وشي نعبر عواد ما هو لعب لكن قامت عليه الناس غاروا منه قام وذبحوهم ظلمة طابت النفس من شيخ اليوم يوم قامت بسير بها تامل خذوا الطوب يا عيال ومشوب خذوا الثور من اللي ذبح عامل وهك الحين بسيرة والله لها لحية وشوارب بسيرة اخت عواد هي انا خبرها والله لها لحية وشوارب واللي يقصر تطرى وجهه صدر اللي ينحاش من الذبح من الرجال ينحاش من الرجال ايه تطلع وجهها صدع يا بسير اهلها شوارب ولحية والله انا خبرها والله لها لحية شوارب وعواد تخبرها انت شفته ولا ما شفته ايه والله شفته